الأستاذ التربوي من الموصل الأستاذ إبراهيم حسين عوض. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك، تفضل استريح على راحتك، خذ راحتك. الله يجزاه خير، نحن أكيد أنفسكم كما قال السيد المرجع الأعلى. خلي أكمل ما كملت دقيقة. أنا أريد أقول لك أرواحنا إن شاء الله وأنفسنا، بس خلي أكمل لك السؤال، تفضل استريح. لا أنا أنتم يقال في حقكم. نعم تفضل يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وانت رب المنزل. تفضل لك الجو ولك الصوت للارتقاء الى المنصه، لولاكم لما وجدنا هنا في كربلاء الحسين. احسنتم، تفضلوا خدمتكم، تفضلوا. كم دقيقه لكم ان شاء الله؟ احنا نريد دقائق. لا كل الجايين هنا. انا اول شيء اعتذر مقدما قبل كلمه الاخ، قد تكون خارج البرنامج، لكن اكيد هي داخل، اكيد هي داخل الفكره ان شاء الله. قد يكون الاخوان، بعض الاخوان قد ينزعج، قاعد الاحظ الوجوه انه الكلام الي حسب البرنامج، لكن اعذرونا ان شاء الله. هذه الكلمه نابعه من القلب وتسمعوها للاخ اللي جاينا من الموصل. تفضل استاذ. العراق سليل المجد والحسب، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه، فما فيها سواه أبي. هو العراق فقل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. السلام على من بفضلهم عم السلام، السلام على من بذكرهم يتلاشى الظلام. آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، السلام على عراق الحضارة، عراق الشموخ والصدارة. السلام على شهداء إن رافقوا المنايا فغلبوها، وثياب المهالك ألبسوها، عشقوا الخنادق وصانوا عذارة البنادق وحفظوها. السلام على كبرياء القداسة والبهاء، كربلاء المحبة والسناء. السلام على ساكنيها وزائريها، حاضريها غائبيها. السلام على هذا الجمع المبارك بأسمائكم وعناوينكم، إن البلاد وإن عصفت بها الأهواء وتكالب عليها الأشرار من الأعداء، لا يستقر لها حال إلا بسواعد سمراء ووقفة من الأخيار والنبلاء. لا يبدد ظمأها إلا صناديد شربوا الشهامة فراتا، وأبوا إلا أن يكون لبلاد السلام حماة، وكيف لا وهناك مرجعية رشيدة نقية وأصيلة. إننا اليوم ونحن هنا في ربوع كربلاء الحسين نجدد الشكر والتقدير والعرفان للمرجعية ولفتواها ولمن لبى وسار على خطاها، فبفضلها زدنا عزما وقوة. جئناكم من تل أحفر مدينة الشهداء، من مدينة الأوفياء، ونحمل سلاما وعرفانا من أهلنا لكل قطرة دم سالت لنلتقي اليوم، سالت لنرتقي، سالت لنقول لكل من يتربص بنا بأننا جسد واحد، نسعد سويا ونحزن سويا. الشواهد كثيرة وتحتاج لأكثر من أبجدية لنقصها عليكم. ففي العاشر من حزيران قبل 10 سنوات أتى السحب من الغربان، وعاثت في أرضنا فسادا، كانت حينها الموصل تعاني ما تعاني، فقد كان للإرهاب اللعين أثر بالغ، فقد أزهق الأنفس واستباح كل محرم ومقدس، هدم المساجد والكنائس، وقتل أحلام الطفولة في المدارس. جاءوا متوشحين بلون أسود، إنهم تتار من نوع آخر، ففيهم تجسدت كل ملامح الهمجية والعبثية والسفاهة والدناءة. إن خفا في شداعش
إن خفافي شداعش لم يتركوا نوعاً من أنواع القتل والإجرام إلا وجربوه وقاموا به، قتلوا البشر وقطعوا الشجر ولم يسلم منهم حتى الحجر، علقوا الجثث على أعمدة الكهرباء وألقوا البعض منها في الماء وأخفوا القسم الآخر في الأودية والمنخفضات. والشاهد على ذلك منطقة الخفسة في منطقة العذبة جنوبي الموصل وبئر علوا عنتر في جبال تل عفر، حيث حوى هذا البئر جثث الآلاف من الشهداء من أبناء مدينة الشهداء وأبناء سنجار في ذلك الوقت. ولكننا حتى أننا شعرنا أن الهلاك بات قريبا، ولكن إرادة الرحمن كان لها الفضل في الأمر، فقد أوزعت المرجعية الرشيدة بفتواها لتقول لكل متجبر أن صوت الحق لا يقهر وأن عزائم الرجال لا تصهر، فحظي ذلك النداء بقبول مطلق وساروا جميعا كسرب من الصقور متجهين إلينا شيبا وشبابا، ومنهم أبناء هذه الفرقة العظيمة، فرقة العباس القتالية التي قاتلت إلى الحدود السورية في منطقة البعاد وفي مناطق تل عفر وغيرهم من ألوية الحشد الشعبي. عندما ويكمن الإعجاز عندما نرى بأن أمهاتنا في وسط العراق وجنوبه سخيات كريمات، فهن حفيدات الزهراء، فقد قدمن فلذات الأكباد مشاريع تحرير واستشهاد ليتحرر آخر شبر من مدننا. إن الجهد كان مشترك وكانت اليد باليد، فجميع التشكيلات من الجيش والشرطة وقوى الأمن والحشد كانت تقاتل بجبهة واحدة وعدو سافر واحد قاتلوه. كنا نرى بأم العين شبانا لم يتزوجوا، وآخرين تركوا خلفهم الطفل والزوجة والأم، وكان من جميل الأمر أن يقاتلوا تارة ويضمدوا جراحنا تارة أخرى. كانوا يسعفون ويطعمون وينشرون الأمن والطمأنينة في الطرقات، لا نشبههم إلا بتلك الطيرة التي أرسلها الله إلى إبرهة الطاغي، فقد حملوا على تلك الكفوف سجيلاً وألقوه على رؤوس الطغاة ليختفي الظلم وتشرق شمس الانتصار، ولتنفض حدباؤنا غبار الانكسار. أيها الأحبة، إن في كل زقاق من نينوى عشرات القصص لا يمكن لأي كاتب مهما برع أن يوجزها، فالدماء التي سالت لا يمكن أن فيها حقها. فعندما كانت تصلنا قوافل الإغاثة كانت تصادف في الطريق جثامين لشهداء من أقربائهم، فكانوا يكملون المسيرة دون بكاء. وهنا تحديداً تقف حضارة من الملاحم وشعوبا من الانتصارات، فكيف للأب أن يرى ابنه ويكمل مسيرته ليصل إلى من أتعبهم الظلم وأرهقهم طاغوت العصر؟ إن مشهد كهذا لا يصادفنا ولا نسمع عنه إلا في بلاد سكنها وباركها آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. فهم جدهم الحسين وجدهم علي بن أبي طالب الذي أول من قاتل الخوارج. هذه الفتوى لم تصدر إلا عن علم وعن دين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخوارج: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال سفاء الأحلام: حدثاء الأسنان. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وسأقول أربعة أبيات لأهلنا في الجنوب. تفضل. إحنا يوم الشدة جان أهل الجنوب. إحنا يوم الشدة جان أهل الجنوب. لبوا الفتوى وإجوا من كربلاء. جان هنه يوم حزات الخطوب. إجا ابن الكوت نعم المرجلة. وصاح نخل بس ما وجاك خوب.
وصاح نخل بالسماء وهجاك أخوك وجدتك الفيحاء زلم مجحفلة تنخب ذي قار يوم إنك تصيح والنجف لبت بصوت مهلهلة مهلهلة على الساتر غنى والصوت الرصاص والأرض تحت الأعادي مزلزلة ذال ولد حسين ذال ولد حسين ولدك يا عراق طب والحدباء يا ميت الهلا افرحي بغداد بالعز والشموخ وارفعي رايات نصرك بالعلا وشكرا للمرجعية الرشيدة وشكرا للعتبة الحسينية وشكرا لكربلاء الحسين وشكرا لهذه الوجوه والله يا إخواني أردت الصعود على المنصة حيث يقول الله عز وجل قال أخوان على شرر متقابلين ما أردت أن أعطيكم ظهري هذه الوجوه تستحق أن نقف أمامها لنقدم لها الشكر فشكرا لكم من أهالي تل عفر مدينة الشهداء وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.